اهلا وسهلا فيكم للمره القداسه اللي صرنا عاملين نحن بعد في انت وشخص تاني يعني تقريبا صرنا عاملين شي سبعه وإليه هيئته بروفيشنال يعني جايب معه الكيفر جايب قصص وروايات بده يعمل شي غير شكل شو للوس خبرنا شوي هيك عنك هيئتك انت شو الوضع اوكي حنعمل اليوم باستا انسبايرد من السيزر سالاد okay. سيزر سالاد اللي عملها شاف ايطاليان شاف اسمه yeah. سيزر كارديني بلش yeah. بمكسيكو yeah I know the story okay. I like this guy man هيدا الزلمة عارف شو عم بيعمل فأخذت انسبيريشن ديس سالاد yeah. وحتكون الباستا اذا بدك سيزر كاربونارا هلو يا سيزر كاربونارا شو بدنا نعمل يعني هلا ليك ما انت شو انت ار يو ستادينج يس هلا عم بتخرج هوسبيتاليتي مانجمنت فروم انديو طيب يلا تشيرز قبل ما نبلش شغل تشيرز جايز اطيب ليمونشيلو دقيقه بحياتي بيعرف يعني شطه هوسبيتاليتي خيي This is your recipe, eh? Yes. You هيك mix yes, it up. Yes, yes. من بدها تكون يعني شيء بين الكربونارا، سيزر سالاد، يعني هاتوا شيء حلو، مهضوم، مرتب، وبعدين آخر شيء بنسميها. أوكي. أوكي. بنقلل الكيبرز. بنقلل الكيبرز. حيكونوا أجارنش على وشها. جارنش بيبرز. رح نقليه بزيت زيتون، أنا ما عندنا إلا زيت زيتون. أكيد يلا. يلا. فتحنا شرفة الخاص. اوكي لح انت قلت لي بدك اياها ديب فرايد يس بس هلا روق هلا بعملهم صوتي ما انا مشكله ايمن انت قل لي قد ايه بدك انا شو ما قلت لي بحط زيت زيتون اوكي خلص اتسنوا خلص يس يلا حبلش بالانشوفيز بدك ال بس ما عم بفشخ علينا معلم شو القصه اوكي هي وين بدك تحطها؟ بدك تجيب لك شي فخاره صغيره تحطها فيهم؟ شو هي؟ هاي الانشوفيز؟ لا رح احطهم دغري بالبول اكيد مانا مايو، ما هو اصلا يعني الاصول ما بتكون مايو اوكي بهالوقت هنفصل صفار البيض فوز بيضتين بدك انت الصفار او الزلال؟ انا بدي الصفار، ححطهم دغري هون دغري هون ححطهم شاطر كثير انت عندك اكسبيرينس بالكوكينج قبل بمرة؟ يس انا عمري فندو بس اي هاف ماني ييرز اوف اكسبيرينس اكسلنت هوسبيتاليتي ذاتس اكسلنت كوكينج بيوتيفول زيت الزيتون بياخذ حراره اكثر من هيدا انت هيك بتقول؟ ايه اوكي هلا بدهم يفقعوا شوي بالمرتبه لانه فيهم مي يس اكيد يس انا معك انا عم ساعدك وهيدا للسيزر بدك تصفيهم هلا بنشيلهم على الكلينكس روق دغري بتشرب الزيت اوكي شوية ورشستر شاير اوكي بلاك بابر بلاك بابر اوكي هلا من بعد ما نشيل هول بدنا ندوي بالزبده ونحطها فوق الميكس عظيم شو هول تهو دون دون يس اكسل هول حيكونوا اغارنش عند طبق باستا بيرفكت حلوه الفكره هلا حدوها بتقول لي اذا طيب ولا فكره هلا بدنا ندوق بدنا ندوق اوكي خلص هيدي دون خلص هيدي دون هلا بدنا ندوق بالزبده هلا بدنا ننطر الزبده تدوب تنزيدها على الميكس ليمون زست اوكي فهذا حطفت النار حتخليها تدوب هون لما تحترق عنا الزبده 100% اوكي فور ذا صوص حنحط الزبده حعوز شويه باستا ووتر
باستا ووتر بدك اياها سخنه وي بليز بدنا ننزل اوريدي الباستا فيها نحن باستا بدها 3 4 دقائق تخلص اوكي انا بهالوقت بدي اقلل الجارليك خلاص يعني خلصنا تقريبا لك شو هيدي اسرع كوكينج بتاريخ البشريه نعمل ريكاب ايه تنعرف هلا انت شو بدك انت بدك الزبده بدك تغسلها مع هون يس مع هيدي تو امولسيفاي اوكي بترجع تحطها على النار او بتخلصها هي لحالها خلصها لحالها بعدين بتسلق الباستا بتنزلها على الباستا 100% اوكي اوكي غير شكلي اوكي هيدي منيح هيك حرارتها ايه يس ستوب فينا ننزلها فوق هيدا هلا دغري يا نزلها لاين يس يس اوكي دون خلاص يس قوينا الباستا كوكر اوكي يلا بدك اياها انت مغليه يس بليز هالوقت حامل جارليك المي هلا بالاخر حشيل منها مي حط هون بشيل الباستا بالاخر حط هون الباستا بنشيل من الباستا يس يس اكيد عظيم اوكي انت بدك اوكي هول الجارليك حنقليهم نحن بس نقليهم بنحط الباستا فوقهم مع شوية باستا ووتر نرجع بننزلها كلها على الميكس بنحركها معها نرجع بنحطها فوق ونرجع بنعمل الجارنش تبعها ونسكبها بالصحن انت يعني بتسكبها من هيدي يس يعني بدها تكون فيها سكبها من هون شو هي البيض يعني انجا ما بترجع ما نحن حطينا له اوريدي زبده تو بروتكتد ورح نرجع نحط له باستا ووتر يلي هي سخنه فخلص دور ايه 100% انطبخ اوكي هيدا الجارليك هون عندي على جنب هلا بدنا ننطر المي تغلي اوكي ما بيأثر بهالوقت رح ابرش بارميزان على المكس على المكس بتبي تروح ايدك لانه رواق معود له ايه هي لانه كثير شارب بس بتعطيك شكل حلو على البارميزان 100% اوكي ليه ما حزيد كثير ملح هلا ححط بس نقطه على الباستا لانه الانشوفيز ار سولتي لانه التشيز كمان سولتي ومية الباستا سولت ومية الباستا سولت يعني صار كل شيء في صوت فما حنزيد بقى. ايه يعني حتى ما ترش انا ما بنصحك هيدا بلانشير ما بدك تعمل له بلانشير الخس مبلا هلا شو عمل الي؟ الي جاب الميكس يعني الصوص تبع السيزر اللي هي فيها انشوفيز فيها اج يوك فيها بارميزان تشيز وينشستر شاير فيها حامض هلا بعد شوي بده يزيد لها اه برش لها حامض برشت لها فيها حامض وفيها خس وبس فيها توم وفيها توم هلا التوم بده يتبل هيدي الصوص شو اسمها الكربونارا كربونارا فيها بيض يعني هيدي شيء خبريه غير شكل من بعد ما تخلص الباستا بدنا نحطها مع صوص السيزر تتصير مثل الكربونارا لانه الكربونارا من بعد ما تخلص الباستا بنحط البيض عليها هيك وبتقلي على حراره الباستا شيء كثير طيب هلا شو بدنا نغلي الخس بس تغلي المي حننزل الخس بنشيله على مي وتلج اذا بتسلق الخضره بمي سخنه اول ما بتسلق بتشلوها دغري بتحطوها بمي مثلجه بضل شو بتحافظ على لونها بتحافظ على لونها بطل مر ايه وبيضل كرانشي وبيضل كرانشي تعلموها هذا الي ثانك يو مان هي فريش باستا الي يس يس عرفت بمجرد ما تسلق دغري بقى هي هاي قلبها منيحه يس هاي وهيدي 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 منيحه بحس وهيدي هولي ار انف بس الخس بس ينشيلوا بشيلهم من المي والثلج حافرمهم ويفوتوا بالميكس فانت بافري باي حيطلع لك صوص حيطلع لك البانكو اللي رح ينحط على الوجه وحيطلع لك قرشه الخس والتيست تبعها اوكي اوكي اعمل هيك تمام هلا هيدا حنستعملها لو بدنا نقلل الثوم نحن اوكي نرجع نحط لهم الباستا هولي دغري يعني هولي دغري بكتر ايه هما شي بدهم انجح
10 ثواني يعني قبل ما تخلص الباستا يعني هلا متى بدنا انت كيف بدك تعملها ال دنتي؟ يس اكيد. شو هي نحن خلصنا منها؟ هيدا بريد كرومز. اوه اوكي بس انا شويهم بالفرن ومتبلهم. في قصه كبيره. شموا الريحه. شموا شموا الريحه شايفين؟ خزدون الميدان. الميدان يلا. رح شيلها هي من هون؟ لا خليها يلا. اوكي. بدك هيدي؟ تفضل. لا خلص باتيول. غلط. مش عايزنا. جاي حاضر محضر يعني جاي معه كل شيء في دجاج وكياس وكذا حتى اليونيفورم جايبه معه يعني شو بدي اقول لك للوس هيدا البانكو متبلوا مع اوريجانو وفرنش تايم وهيك مفوتوا على الفرن فبتاخد منه هيدا الهدول لانه انت بالسيزر بحطوا لك الكروتو مزبوط بحطوا كروتو انا بفضل حتى بلا الكروتو بفضل دائما يكونوا هيك لانه الكروتو انت اول شيء ما فيك تشكها بالشوكه مزبوط ثاني شيء مشكل مع كل لقمه حيطلع لك هيدا مع كل لقمه انت عم تاكل حيطلع لك هاي الكريسبي خلصوا هول او لك فينا ننزل الباستا نزل الباستا يس يلا نزلنا الباستا باستا هلا بدها تقريبا 3 دقائق خلينا 4 دقائق خلينا نقوي النار اوكي اوه شايفين؟ بعدها ما كأنه مسلوقة برافو إلي عن جد اكسلنت ثانك يو يلا بدي افرم الخس انا بهالوقت ما نفرم الخس بنعصرهم شوي لأنه كثير بشربوا مي اوكي ما بيأثر إذا عصرناهم أو بنصفيهم بمقلة بنصفاية ما بيأثر لأنه نحن بدنا نفرمهم أوكي. عرفت نحن ما بدنا شكلهم مثل ما هن ناعم اوكي اوكي حتى سكينته جايبها معه ولا جميلة الفوتشا يعني هيك صارت ليه هيك صارت؟ لا بس انا بحب اشتغل ايه بعرف عم بمزح اوكي هول الخس حنزيدهم على الميكس اللي عنا اوكي بضل ناقصه الميكس توم وباستا ووتر اوكي هيدا الميكس نايس نايس حلو لونه برو هلا شوف مع الباستا لازم يعني انا حاسس انه حتطلع طيب طيب بدك تشوف انت الباستا وضعها تفضل بملقطه احسن انت بس انت بتخشخ علينا نحن عندنا ملائق كمان حدوره بس بعد بدك مبينه هي انا ليه بتعرف شو بعمل انا شوف اذا ما لانه تدوق كثير في هذا الزيح الابيض مبين عليك ايه وقتها هيدا يعني ما بدها دقيقة ونص حط نقطة اوليف اويل بالميكس ايه حط اللي بدك اياه كرمال تعطي الطعمة لأنه هيدا اوليف اويل يلا هيدي بدها تقريبا شي دقيقة ححط هون اوليف اويل لأنه بدنا نقلي التون رح حط التون اعملهم مع الباستا اوكي شيل الباستا ووتر بحطهم شيل الباستا بحطهم بخلط يلا اعمل التون لأنه الباستا بدها دقيقة تقريبا يلا. نص دقيقة 45 ثانية يلا خلينا نحمس شوي المقلاية ايه انطر نقطة تا يحمر الزيت والتوم ما بدنا كمية كتير يعني هو اللي عمر مور ذان انف حتى يعمل تحس باللدعة تبعها مثل السيزر يعني يلا ورح زيد شيء على المقلاية هلا اوكي يلي هو الاويل تبع الانشوفيز اوكي هلا التوم كتير بيخلص بسرعة 100% باستا ال دنتي شوي يس انا بدي اياها ال دنتي اصلا اوكي بليز حط لي اياها هون تفضل هلا بدنا نجيب هيدي هلا اذا فينا ننزل مي باستا انت بتقول لي وقف نصها لا خلص حط لي تقول لك ستوب بعد نقطة دون يس هلا اذا عزنا بنرجع بنزيد نقطة دون اكسل اوكي هيدي الباستا عنا هننزلها هون اوكي اوكي ثانية ملقط وميكس ات ويز ذا صوص اوكي وخلصت؟ يس خلصت ما بقى تحطها على النار؟ نو خلص منيح هيك؟ يس ليك انا ما بعرف اسكب هيك الباستا حذرينا كيف؟ اوكي Nice.
بدنا نكبر البورشن لانه الصحن تبعكم كبير. ايه كبير، نحن عندنا صحننا كبير وبورشنتنا كبيره. عم برقص انا على الفحم. لونها كثير حلو الخس بيعطيها هيدا اذا بدك اللون الكاسر، يعني بيكسر على اخضر. صح مثل كانه لمنش، كانه زيت. هلا بدنا ننزل الصوص عليها. اوكي بعد ما خلصنا هلا عايزين فرايد كيبرز، عايزين البانكو، شوي بارميزان على وجهه. يلا تفضل، وعلى ايدك اهم شيء. ما تقطع الهم، معود له. اوكي انوف هلا البانكو. بانكو حلو اسمه بانكو. اوكي هيك مع كل بايت رح تاخذ هيدا الكوتي اذا بدك كريسبي. ايه ال هذا الكروتون، كوتي كروتون 100%. افتح ايدك. اوكي عم بتشتت الدنيا جايز، كثير حلو الشتاء، كثير حلو الشتاء. كيس كيبرز نايس. اوكي خلصت. هلا بدي نقطة اوليف اويل، هي اصلا ما بتنزل كثير. اوكي اوكي وبارميزان تشيز. بارميزان حطينا وبازل اي اكيد. الله شو بدنا نسميها هيدي؟ شو بدنا نسميها؟ سيزر باستا. سيزر باستا؟ ها؟ اوكي يلا سيزر باستا. حبيت سيزر باستا؟ منيحة. فيتوتشيني 1 2 3 سيزر فيتوتشيني. الله زبطت. بتعرف انه كنت كان مسقعة؟ هلا هي سقعت شوي. حتى الخسة عم بستطعم فيها بعدها عم تقرش. هاي انا حبيتها. الجايز تعطونا 1 9/10 واحد 8/10. جايز هلا اتس يور تيرن تو ريت ذا سيزر فيتوتشيني اللي عملها الي. ثانك يو حبيبي. يلا جود تو سي يو مان.